ألو، صباح الخير كريم، وينك؟ طلعت بلا ما تخبرني لوين، وموبايلك مسكر كمان. يلا حضري حالك، ليكني جاي، بدي طالعك مشوار. قلي لوين رحت، كتير قلقت عليك. كان عندي شغلة رحت حليتها. شو هي؟ شغلة مو محرزة. جهزي حالك نص ساعة وبكون عندك. نحنا مو هيك اتفقنا كريم، على أساس رح نحكي كل شي لبعض. كريم، رحت حكيت مع مصطفى. لما بتفقد أعصابك بتتصرف بلا وعي. ما عملت شيء، أنا بس حكيته. قبل الجلسة الماضية عملت هيك. ليش ما بتحسن تمسك أعصابك شوي بس؟ ليش مصرت على اللي قدنا بمشاكل؟ هلأ رح يحطوا الحق عليك. ليش ما قلت لي إنك رايح لعنده؟ مزبوط، أنا آسف لأنه ما خبرتك، بس مو لأني رحت لعند مصطفى. المفروض تقلي قبل ما تروح لعنده. ما صار شي تخافي منه، حذرته ما يقرب منك وبس، وقلت له انه بيت رشدان عم يضحكوا عليه. ان شاء الله يكون فهم، مشان يعرف مع مين عم يتعامل الغبي. معقول تخاطر بحالك مشان هيك كريم؟ اتركه يعمل يلي بده اياه. على شو عم تطلع؟ كريم لوين؟ شو في؟ عادي ورا الدركسيون. شو؟ رح علمك كيف تسوقي. ليش شو خطر لك يعني هلا؟ انزلي. لا ما فيني، أنا كتير بخاف كريم. لا تخافي، ما في شي، أنا معك. يلا. لشوف آخرتها معك. أنا ما بفهم شي بسواقة. القصة كتير سهلة، أنا بعلمك كيف، وبعدين بطالع لك شهادة سواقة. اختبار السواقة رح يكون بسيارة غير هي طبعاً، بس معليش هلأ بتتعلمي بهي وصدقيني رح تعرفي تسوقي. وهلأ مرتاحة هيك؟ خليني أقرب لك الكرسي من هي هيك. هلأ مرتاحة ما هيك؟ أها حلو. ليكي البنزين والفرام ماشي؟ بهي بتمشي وبهي بتوقفيها للسيارة. هذا كل شيء يعني؟ يعني مو بهالسهولة، بس أنا رح سهل لك إياها كثير لتتعلمي تسوقي بسرعة. وهلأ تدعسي برجلك اليمين هون، دعسي لشوف. برافو، منشغل السيارة. هلأ بتقيمي رجلك عم تدعسي شوي شوي. كريم أنا كثير خايف. لا تخافي، يلا على مهلك. يلا عم تمشي؟ ايه رح تمشي. يلا دعسي على مهلك، دعسي بنزين. أيوة أيوة عم تمشي. إيه رح تمشي لا تخافي. يلا إيه أيوة عم تمشي. مو هي تبع حادثة الاغتصاب؟ بلا هي. شكلها كتير مبسوطة. بلش صورها، يلا صور صور بسرعة. ماشي كريم عم تمشي. إيه برافو، يلا لفي لفي الدركسيون. برافو، يلا دعسي بنزين. والله بتعرفي تسوقي.